السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية وآلام العمود الفقري وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. إحنا إن شاء الله بنقدم خدمات عديدة جدا: علاج آلام العمود الفقري، علاج الآلام والكسور، علاج آلام المفاصل، علاج الخشونة، علاج التدخلات الجراحية والتشوهات عند الأطفال، وسواء بدون جراحة أو بدون جراحة. بنقدم في العيادة خدمات عديدة جدا، منها علاج المفاصل وآلام المفاصل، علاج الخشونة سواء المتقدمة أو البسيطة، التدخلات الجراحية، تثبيت الكسور، تغيير المفاصل، وده تايتل كبير قوي، مفصل الركبة، مفصل الحوض، وآلام العمود الفقري بجميع أنواعها، والتدخلات الجراحية في تشوهات العظام، والتدخلات الجراحية في تشوهات الأطفال وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فقرة طبية جديدة مع الدكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية. هنتكلم النهاردة عن حكاية في كل بيت، في كل جيل بنسمع الطفل بيشتكي: يا ماما رجلي بتوجعني، يا ماما يا كوعي بيوجعني، ألم المفاصل. الرد الطبيعي بنسمعه من الأم إيه؟ معلش يا حبيبي ده ألم نمو. طبعا بعد إذن حضرتك يا ست الكل، مش كل الألام اللي موجود عند في مفاصل الأطفال ألم نمو، لا، لازم نخلي بالنا كويس قوي. أول الطفل ما يشتكي لازم نهتم بشكوته، لازم نبحث وراها زي أي حاجة عايزين نعرف أصلها. الأعراض اللي موجودة ممكن تكون مختلفة، بداية من ألم، تورم، التهاب، احمرار، عدم انتظام المفصل، ممكن توصل لمرحلة تشوه في المفصل واحنا مش واخدين بالنا نتيجة الالتهابات المتكررة المزمنة على وقت طويل. طيب وقتها نعمل ايه؟ لازم نستشير الطبيب المختص. وصلنا للطبيب دلوقتي، الطبيب بيقوم بفحص الطفل، بفحص الجزء الملتهب، بفحص الجزء اللي فيه ألم، بنبدأ نعمل فحص شامل للطفل عشان نقارن المفاصل كلها، هل ده في مفصل واحد ولا موجود في اكتر من مفصل، هل ده دلع من الطفل ولا الام فعليه. بنبدا نعمل فحوصات بتاعتنا سواء الاشعاعات، التحاليل، وخصوصا التحاليل الموجوده الخاصه بنمو الطفل زي تحليل الكالسيوم والالكالين فوسفاتيز وتحليل الفيتامين د. لازم نهتم كويس قوي بشكل الطفل، ما ينفعش نعديها لان بيجي لنا كوارث بعد كده. الطفل بيجي بتشوه في المفصل، بيعوجات في القدمين، مشاكل في الحركه، الطفل بيعرج، الطفل بيحصل فيه مشاكل، يبقى ما نهتم ونلتزم وندور على العلاج المناسب، احنا وصلنا اللي احنا عايزينه. طيب لو جينا نتكلم باختصار عن علاج هذه الحالات، العلاجات بتتراوح من حاجات كتيرة قوي، ابسطها مضادات للالتهابات. استخدمنا مضادات للالتهابات بتبدا النتيجه يظهر التحسن على الطفل. لازم نشوف بعد كده الاعراض اللي ظهر على الطفل، مش بنعالج اعراض بس، احنا بنعالج اعراض واسباب. وصلنا للاسباب بنعالجها، ولازم نعالج الاعراض عشان ما ندخلش في مضاعفات، من اول الادويه لحد الجبس لحد العمليات الجراحية. الدنيا متفاوتة كبيرة قوي، ولكن مين اللي يحدد طريقة الطفل فين في علاجه؟ شكوى الطفل من بدايتها، اهتمام الأم، الطبيب المناسب، التشخيص المناسب، العلاج المناسب. دمتم في أمان الله، تمنيا لكم الشفاء لكل أطفالنا وكل أولادنا. شكرا لكم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا المعطيات حوار مع طبيب. من محافظة الغربية بنحييكم، وخاصة من مدينة كفر الزيات. النهاردة في تكملة سلسلة حلقاتنا مع دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والعمود الفقري، بنقدم حلقة جديدة خالص النهاردة وفريدة من نوعها بمعنى أصح. النهاردة دكتور محمد هيكلمنا في موضوع مهم جدا، موضوع يكاد يقرب جميع البيوت، وهو لين العظام عند الأطفال. موضوع لين العظام عند الأطفال موضوع صعب، مش موضوع سهل، موضوع كبير يكاد يكون بيقرب كل أم موجودة في أي بيت. فالنهاردة إن شاء الله دكتور محمد هيكلمنا باستفاضة عن لين العظام عند الأطفال، وهنشوف هيقول لنا إيه في حلقتنا. ابقوا معنا. دكتور محمد، في بداية حلقتنا أنا برحب بحضرتك جدا وبقولك أهلا وسهلا بحضرتك معنا في البرنامج في سلسلة حلقتنا حوار مع طبيب.
اهلا وسهلا بحضرتك، نورانا ومشرفانا النهارده. ميرسي يا ان شاء الله دكتور. تبقى حلقه قيمه ان الكل شاء الله يستفيد منها. ان شاء الله. اتفضل. دكتور محمد، زي ما ذكرت في بدايه الحلقه النهارده بتاعتي ان احنا هنتكلم على موضوع مش سهل، موضوع يقرب كل ام وكل بيت، اللي هو لين العظام عند الاطفال. عايزه اعرف من حضرتك اولا مبدئيا يعني ايه كلمه لين العظام عند الاطفال، او فيما معناه باللغه الدارجه الكساح. هنتكلم طبعا عن موضوع مهم جدا، بيمس كل البيوت، بيمس احفادنا واولادنا والجيل اللي طالع كله. لو ما خدناش بالنا منه هندخل في مشاكل ونعاني من مشاكل كبيره قوي في الاجيال اللي طالعه. طيب مبدئيا نعرف لين العظام. لين العظام عباره عن خلل في النمو العظام الهيكليه للجسم، بينشا نتيجه نقص الفيتامينات، نقص الكالسيوم، نقص بعض المواد الغذائيه، نتيجة لأسباب كتيرة قوي، من أهمها اللايف ستايل عند الأطفال والتغذية السليمة أو التغذية الغير سليمة. ده مبدئيا تعريف لين العظام عند الأطفال. لو جينا نتكلم عن المشكلة في حد ذاتها، طبعا ما فيش طفل، ما فيش أم، ما فيش أب، ما فيش جد، ما فيش حفيد، كل الفئات وكل الأعمار بتحصل فيها في بعض الفترات خلل في التغذية، سواء مقصودة أو مش مقصودة. لايف ستايل بيفرض علينا بعض الحاجات. بعض الأطفال اللي بيعيشوا في مناطق ما بتعرضش للشمس كتير، في بعض العشوائيات، في بعض الأماكن الصعب الخروج فيها نتيجة درجة الحرارة العالية، الجفاف والرطوبة العالية، فبالتالي معظم الأطفال دلوقتي أو أولادنا قاعدين يا إما في التكييف يا إما في أماكن ما فيش شمس. غير كده الأطفال بالنسبة لنا بيقعدوا فترات طويلة قوي، وخصوصا فترة الصبح نايمين، ما بيتعرضوش للشمس في الوقت المناسب. في نفس الوقت خوف الأم زيادة عن اللازم، الإهمال شوية في بعض التغذية، ما بتهتمش بالتغذية السليمة للطفل، إن أنا أديله فيتامينات، إن أنا أديله خضروات، إن أنا أديله فواكه، إن أنا أعوضه عشان جسمه في مرحلة النمو ومحتاج الحاجات دي كلها. فبندخل في مشاكل لين العظام اللي هنتمنى ولها النهاردة بصورة مبسطة. طب دكتور محمد، حضرتك عرفتلي يعني ايه كلمة لين عظام. سؤالي دلوقتي بيقول الأم لها دور أول في حكاية لين العظام من أول تغذيتها هي وهي حامل. سؤالي صحيح واضح ولا لين العظام بيبدأ يظهر على الطفل من بعد الولادة أو في سن معين من بعد الولادة مباشرة؟ الأطفال بيبدأ مشكلة لين العظام عندهم من اثناء الحمل، الام اللي ما بتتغذاش كويس، الام اللي ما بتاخدش كالسيوم، الام المهمله في التغذيه السليمه بتاعتها، بينشا عن هذا الحمل طفل او جنين ويتحول معايا لطفل بعد كده عنده مشاكل في كثافه العظام. يدخل بعد كده معايا لين العظام. الطفل عندي لحد سن 6 شهور بيبقى عنده مخزون من اثناء الحمل. بعد فتره الحمل، بعد فتره الولاده، الطفل عنده مخزون في جسمه تكفيه 6 شهور. بعد 6 شهور مفيش حاجه تكفيه تاني، او معنى صح يمكن الكميه اللي خدها من اثناء تواجده في رحم الام ما تكفيهوش، فبالتالي يدخل معايا في مشاكل ويظهر عليه اعراض لين العظام. الطفل طبعا الفئه العمريه اللي بنلاحظ فيها لين العظام او اللي المفروض نبقى اورينتد ان احنا نلاحظ فيها الفتره دي من سن 6 شهور ل 36 شهر، عشان خاطر نلحق نعالج الطفل كويس وما يعانيش من مضاعفات لين العظام. طب دكتور محمد، احنا عشان نقول ان الطفل ده عنده لين عظام، اوريدي الام بتلاحظ حاجات معينه في البيت عندها على الطفل، وطبعا بتلجا لحضرتك او للطبيب المختص في العظام عامه، تعرف منه ايه موضوع الطفل، رجل الطفل مش مظبوطه، حاسه ان هو هيبقى عنده كساح، بتبقى قلقانه، طبعا متوتره، فعايزه تعرف فايه الاعراض اللي ممكن تبان عندي على الطفل عشان تحدد لي ان هو فعلا ممكن يبقى عنده لين عظام. اثناء فتره الحمل، متابعات الاشعات السونار، الاشعات الفيزيونيه على البطن، بعد طبعا الدكاتره المتخصصين بيديني كثافه العظام، هل العظم ده نسبه الكالسيوم فيه كويسه ولا لا. طب لو انا عندي الطفل كثافه العظام فيه مش كويسه اثناء فتره الحمل، بيتولد بمشاكل، ممكن يحصل له تشوهات في القدمين، تشوهات في الطرفين العلويين، تشوهات في العمود الفقري، وبعض الاحيان تشوهات في الجمجمه. الحاجات دي كلها ممكن تظهر منذ الولاده. طب لو جينا الطفل اتولد كويس مفيش مشكله، بس عشان يظهر عليه اعراض عندي زي ما قلنا بعد سن 6 شهور، ممكن نلاقي حاجات كتير قوي، من اول الام بسيطه مع حركات المفاصل، الطفل وهو بيلعب بنلعبه بنغير له بنخلي بالنا نعمله الكير العادي بتاعه، بيبقى في الام في المفاصل، بعض التشوهات، بعض التشنجات في العضلات، بعض الاعوجاجات في عظمه الجمجمه، وخصوصا الطفل اللي بيتعود ان هو ينام على جنب واحد فبيظهر فيه. طب دي كلها اعراض بسيطه،
ممكن يوصل عندي لمراحل الالتهاب، ان المفصل يحصل فيه مشكله، ندخل بعد كده في التسنين، الطفل بيتاخر في التسنين، ممكن يحصل عنده تشوهات في التسنين بسبب نقص الكالسيوم ونقص الفيتامينات ونقص الفوسفورس في الجسم. ممكن يحصل عندي مجرد الطفل ما يبدا يمشي يحصل اعوجاج في العضل، ممكن الطفل مجرد ما يبدا يمشي يبدا يعرج، ممكن الطفل مجرد ان حد يبدا يلعبه يبقى واقف مثلا على طراطيف الاصابع، الاربطه والعضلات مش واخده الليونه الطبيعيه بتاعتها نتيجه نقص الغذاء اللي موجود. عندي مشاكل تانية ممكن تظهر لي، تشوهات الفكين عند الاطفال مهمه جدا جدا، وخصوصا ان اولادنا اللي متعودين يحطوا صباعهم في بقهم، طبعا دي عاده سيئه لازم نعالجهم فيها سيكولوجيا قبل بدنيا، عشان خاطر بتؤدي لي الى تشوهات. وبرضه السبب الاساسي موجود فين التشوهات؟ مش استخدام الطفل صباعه بس، لا ده انا عندي لين عظام بسبب نقص الكالسيوم والفوسفورس في الجسم. ممكن يدخل معايا بعد كده ان يطلع لي خراج في اللثه، طبعا دكاتره الاسنان حبايبنا اشطر مننا في الموضوع ده. الخراج المتكرره في اللثه او في الفكين نتيجه جزء من اسبابها نقص الكالسيوم ولين العظام. بس دكتور محمد، احنا بنقول الموضوع بيبدا من بدايه من ساعه الام ما بتكون حامل وبنقدر نقيس كثافة العظام، دي نقطة مهمة جدا. لو هي قاست كثافة العظام ومع الطبيب المختص اللي هو طبيب النساء ولقت ان نسبة الأيسان دي مش مظبوطة او قليلة او فيها اي مشاكل، اوكي، هي هنا بتبدأ تعرف ان طفلها ممكن ينزل عنده لين عظام بداية. فانا بقول عايزة اعرف الام بقى، هنبدأ علاجنا من هنا من النقطة دي، الام الحامل تبدأ يعني تهتم بايه اثناء فترة الحمل بتاعها عشان الطفل نتلاشى جزئيا من ساعة ما نقيس الكثافة ونحس انها قليلة، إيه يعني مأكولاتها ايه، مشروباتها ايه، تهتم بايه يعني كلية كده عشان تتلاشى حتى جزء من المشكلة دي. عشان نسمع الاجابة دي لازم نعرف الاسباب الاول اللي بتقدر لنا، طبعا نقص الكالسيوم، نقص فيتامين د، نقص بعض الفيتامينات والمينرالز الاساسية اللي موجودة. ده للام. للام وللطفل الاثنين سواء، لان ده نفس التركيبة الفسيولوجية، احنا كلنا واحد، تمام؟ سواء الكبير او الصغير، بس في فئة بتبقى اكثر عرضة، في فئة بتبقى اقل عرضة، هو ده اللي بنتكلم فيه، الام الحامل اقل اكثر عرضة. الطفل الجنين والطفل اللي لسه مولود اكثر عرضة. طيب، ايه اللي هخلي الام تعمله او اتعامل معها ازاي عشان يطلع لي نشأ سليم من غير اي تشوهات ان شاء الله؟ مبدئيا لازم تتعرض للشمس في الاوقات المناسبه عشان خاطر نستفاد فيتامين د الى ان اكتف في الجسم عشان يتحول لاكتف، وده اول ساعتين في اليوم بعد الشروق واخر ساعه في اليوم زي الابحاث ما قالت. طيب، اهتم بالغذاء. طب انا دلوقتي هاكلها، معظم الامهات في الاجيال الجديده دي كلهم بيدلعوا شويه ويقول لك ايه كل الاكل اللي باكله ما بيستناش في معدتي، تمام؟ يبقى لازم لو في اعراض في المعده لازم تتعالج، في التهابات لازم تتعالج، في عندي نقص في عناصر معينه زي مثلا عملت تحليل كالسيوم ولقيته نقص لازم ادي الكالسيوم المناسب للجسم، لان مش كل تركيبات الكالسيوم الجسم بيقبلها. لازم اتعرض للشمس زي ما قلنا، لازم نهتم بالغذاء الحيواني شويه. اكثر الناس عرضه للنقص الكالسيوم وخصوصا في الادلت بقى، مش الاطفال بس، الناس اللي هم النباتيين اللي ما بياخدوش الغذاء الحيواني اللي فيهوش اللي فيه فيتامين د. طيب، احنا اتكلمنا عن المرض واتكلمنا عن الاعراض اللي بتظهر على الطفل اثناء ما نقول او بنحدد ان هو عنده لين عظام. هنا بنقول بقى الام هي الاساس اكيد، فطبعا الام بتبدا تعالج نفسها هي شخصيا او بتهتم بالغذاء من اول اثناء فتره الحمل ولحد ما تولد وتشوف طفلها وكثافه العظام لما تقيسها تبقى ايه والدنيا دي كلها. طيب، في حين بقى فعلا لما اوريدي كده ظهر عليا على الطفل بتاعي ان هو عنده لين عظام، اثناء ظهور المرض تدريجيا كده على الطفل الام لاحظت، بدات تيجي لحضرتك، ايه الخطوات بقى اللي ممكن تحصل مع الام عشان نقول لها ان فعلا طفلك عنده لين عظام وهنبدا نتعالج معاه ازاي؟ النقطة دي مهمة جدا. هقول نصيحة لازم تعلق في أذهاننا كلنا، استشر طبيبك. استشرت الطبيب هتجنبك المضاعفات. حضرتك دلوقتي لاحظتي إن في مشكلة في الطفل، حتى لو مشكلة بسيطة وبدأنا نبحث هنعالجها بالعلاج المناسب وباللايف ستايل المناسب، ولكن لو سيبناها هندخل في تشوهات وندخل في مضاعفات ونبدا ندوخ بعد كده في العلاجات سواء في الادويه او في التدخلات الجراحيه. يبقى النصيحه الاولى والاخيره استشر طبيبك عشان تاخد النصيحه المناسبه وتاخد طريقه العلاج المناسبه مبدئيا. طب دكتور محمد، لو اتكلمنا عن فيتامين د لوحده في موضوع لين العظام عند الاطفال، فيتامين د ده
مش هنقول ان هو متواجد في اكلات معينة، لا هو متواجد زي حضرتك ما ذكرت، اولا في تعرض الطفل او الام اثناء الحمل للشمس في فترة زمنية معروفة اللي هي ساعتين الصبح او ساعتين قبل الغروب. ده بالنسبة للشمس، ودي حاجة سهلة وبسيطة ممكن اي حد يتعامل بيها. لكن انا عايزة اعرف من حضرتك فيتامين د في مأكولات، في كبسولات برشام، في حقن، في اي حاجة حضرتك هتنصح اي ام دلوقتي تقول لها ايه في حكاية العلاج نفسه بتاع فيتامين د؟ حضرتك اتكلمت عن فيتامين د، ولكن للامانة فيتامين د مش هو لوحده. فيتامين د مع الكالسيوم مع الالكالين فوسفاتيز ونسبته في الجسم والفوسفورس مهمين جدا في علاج لين العظام. لو جينا نتكلم عن الاساس التغذية، لو اكلت كويس مش هدخل في مضاعفات. طب لو انا باكل كويس وعندي امراض تانية زي امراض المعدة وامراض القولون وامراض الامتصاص في الجسم والهضم وعسر الهضم والكلام ده كله لازم يتعالج. يبقى القصة مش ان انا باكل الحاجات دي بس ولا لا، باخدها وبستفاد منها، يبقى لازم ابحث عن الاسباب واعالج. طب لو جينا نتكلم عن المأكولات المشهورة اللي فيها الحاجات دي كلها، نهتم هم حاجات بسيطة خالص لو جينا نعدهم مع بعض. نبدأ بالاسماك المشوية، ويا ريت تكون طازة ما تكونش مجمدة. الالبان، الجبن، البيض. نيجي بقى الحاجتين الاخرانيين، الخضروات بجميع انواعها، ولازم نهتم شويه بالفلفل الاخضر عشان عليه كلام كتير قوي ان هو اعلى نسبه كالسيوم موجود. ونهتم بالفاكهه، الفاكهه الموسميه ايا كان نوعها، كل الفاكهه كل الخضروات فيها فيتامينات متعدده هتساعد في بناء جسم الطفل، هتساعد ان الطفل يبقى صحته كويسه ومناعته اعلى. ولازم نهتم بالمناعه عشان خاطر الامراض المزمنه. طب دكتور محمد، احنا اتكلمنا عن التغذية او الفيتامينات بمعنى اوضح في علاج لين العظام، اتكلمنا عنها باستفاضة دلوقتي، لكن انا بقول حاجة تانية خالص. لو احنا فعلا عالجنا الطفل من لين العظام، هل سؤالي المحدد دلوقتي والمهم او اللي عايز اعرفه من حضرتك، الطفل اللي هو اتعالج من لين العظام ده مفيش اي اثار جانبية بتظهر عليه بعد كده لما يتعالج ويبقى كويس، ولا بيبقى ممكن بعض الاثار الموجوده اذا ما تلاشناش حاجات كتير معينه من الام لما تعالج طفلها؟ احنا قلنا تعالجنا وخلاص وبقينا كويسين والطفل بدا يمشي على رجله وسنن ومشي وبقى كويس قوي، لكن في حاجات معينه طالما ظهر عندي حاجه اسمها لين عظام وتعالج الطفل بعد كده، حضرتك هتقول ايه لاي ام دلوقتي حالا بعد معالجة طفلها في الفترة فيما بعد العلاج؟ عايز أعرف الإجابة من حضرتك، وده هعرفه من حضرتك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود. مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد الفاصل مع دكتور محمد ابراهيم العطار، اخصائي جراحة العظام والكسور والعمود الفقري. في سؤالنا قبل ما نطلع فاصل كان سؤال مهم جدا موجه لكل ام النهارده، ايه دورها بعد علاج الطفل من موضوع لين العظام؟ حضرتك محتاجه مني ان انا اشرح لك ببساطه خالص مراحل لين العظام. في عندنا بتبدا من اول المراحل البسيطه خالص لحد مراحل التشوهات، كل مرحله لها طبيعتها في علاج. وفي الاساس التغذيه السليمه، اللايف ستايل، بعض الادويه المكمله للتغذيه زي الادويه اللي تحتوي على الكالسيوم ايا كانت الفورمه بتاعها، بما يتناسب مع الطفل وعمره وبيتناسب مع الطفل وطبيعته. في اطفال بتحب تاخد دواء شرب، في اطفال بتحب تاخد برشام، في اطفال بتحب تاخد الحاجات اللي فيها نكهه. دلوقتي طبعا منزلين بعض الشركات المحترمه منزله الكالسيوم في صوره تابلت زي الشوكليت بالظبط، الطفل بياكلها او بيمضغها فبتبقى سهله في الاستخدام. فيتامين د، في عندنا بعض الادويه تحتوي على فيتامين د، في بعض الادويه بتحتوي على مالتي فيتامين لازم نهتم بيها عشان خاطر نساعد الطفل ان جسمه ينمو، بما ان التغذيه مش مكفيه، او بمعنى صح الطفل في مرحله النمو بيبقى نشاطه عالي قوي بيحتاج كميات اعلى، ممكن ما يكونش التغذيه كفاية ليه، فبنديله المكملات عشان نساعده ان ينشأ بالنسبة لنا من غير اي امراض. طيب احنا دلوقتي كل ام قلقانة، انا ابني كان عنده لين عظام وهو صغير، هل هيبقى لازم يبقى فيه مشكلة؟ لا حضرتك مش لازم يبقى فيه مشكلة، لان احنا بدأنا نشخصه بدري وعالجناه بدري، فبالتالي ما دخلناش في مضاعفات. طب لو لا قدر الله دخل في مضاعفات زي بعض الاعوجاجات اللي بتيجي وخصوصا في الطرفين السفليين، الام او الجدة او الجد بيجيب للطفل، يا دكتور الحقنا الولد رجليه مقوسة،
هل ده محتاج عملية تدخل جراحي؟ لا حضرتك، مش كل الاعوجاجات محتاجة تدخل جراحي. في بعض الحالات كتيرة قوي بتتحسن مجرد ان احنا نظبط الكالسيوم والنمو بتاع الطفل يرجع لطبيعته تاني، تحسن بنسبة 100% للأمانة. ببدأ اعمل تدخل جراحي لما العظم يثبت على كده، مفيش اي تحسن تاني، وبالتالي بجنبه الاعوجاجات ان هي تزيد، او معنى صح عشان اقلل الحمل على المفاصل واقلل المضاعفات والتشوهات في المفاصل مش في العظام بس، عشان ما ندخلش في مشاكل تاني. طب انا عالجت ابني صح، دخلته كويس، اكلته كويس، حركته كويس، الرياضه، الرياضه مهمه جدا، تقويه العظام، تقويه الاربطه، تقويه العضلات، توزيع الاحمال على المفاصل مهمه جدا لطفلك منذ الصغر. اقرب وقت تقدر تلعبيه رياضه منتظمه يستفيد بيها، ما تبخليش على طفلك بالحاجه دي، زيها زي الاكل والشرب بالظبط، جزء من اللايف ستايل السليم عشان خاطر ينشا قوي وينشا سليم. طب دكتور محمد، بعد الحوار الجميل اللي احنا ادبناه مع حضرتك الشيق ده، المهم قوي لاي ام ولاي طفل، طبعا عايزين نعرف من حضرتك دلوقتي نصايح كده في سريع بسرعه لاي ام تعرف يعني ايه تتعامل مع طفلها وهو عنده لين عظام. هعتبر حضرتك بتسأليني كأم مش كمذيعة وأنا الضيف بتاعك، ولكن حضرتك هوجه لك كلمة واحدة، استشر طبيبك في الوقت المناسب، لاحظ طفلك كويس قوي، هيطلع بدون مشاكل بدون أي مضاعفات. طيب أعمل إيه بقى إن أنا اكتشفت المشكلة؟ من البداية خالص لازم أحط لابني البروتوكول، التغذية السليمة يا جماعة، ما ننساش التغذية السليمة أرجوكم. تاني حاجة، الطفل محتاج علاج، ما ينفعش اقول لا سيبه هيبقى كويس، ما ينفعش، اصل انا كان عندنا طفل قبل كده واتحسن من غير حاجة. مفيش حاجة اسمها الكلام ده، مفيش طفل زي التاني، مفيش مرض زي التاني. لازم نهتم بالتغذية، نهتم بالأدوية في الوقت المناسب باستشارة الطبيب المناسب. ما ينفعش يبقى طفل عنده مشكلة عظام واروح لدكتور مش متخصص في العظام. ما ينفعش طفل يبقى عنده مشكلة في البطن او في الاطفال او في الجراحة واروح لدكتور تاني مش تخصصه. يبقى استشر طبيبك، استشر طبيبك، استشر طبيبك. في نهاية حلقتنا بنشكر دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي جراحة العظام والكسور والعمود الفقري، وإلى اللقاء معي إن شاء الله في تكملة سلسلة حلقتنا. نشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية وآلام العمود الفقري وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. احنا إن شاء الله بنقدم خدمات عديدة جدا، علاج آلام العمود الفقري، علاج الآلام والكسور، علاج آلام المفاصل، علاج الخشونة، علاج التدخلات الجراحية والتشوهات عند الأطفال، وسواء بدون جراحة أو بدون جراحة. بنقدم في العيادة خدمات عديدة جدا، منها علاج المفاصل وآلام المفاصل، علاج الخشونة سواء المتقدمة أو البسيطة، تدخلات الجراحية، تثبيت الكسور، تغيير المفاصل، وده تايتل كبير قوي، مفصل الركبة، مفصل الحوض، وآلام العمود الفقري بجميع أنواعها، والتدخلات الجراحية في تشوهات العظام، والتدخلات الجراحية في تشوهات الأطفال، وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي.